سليم زلاب، اهلا بكم كل طلابنا وطالباتنا في ثالثه ثانوي. بنستكمل مع بعض حل بوكلت كتاب برافو. وصلنا لغايه امتحان 44. لو انت جديد في القناه اعمل اشتراك عشان يوصل لك بقيه البوكلت ان شاء الله بالترتيب. بنبدا بحل صفحه 230 امتحان 44. الوثيقه بعنوان لا نوفيل تكنولوجي، التكنولوجيا الحديثه. لي بورتابل انترنت ام بي 3 سو اسي ام بورتاكي ام تلفزيون. بيقول لنا هنا ان المحمول والانترنت والام بي سي 3 دول كلهم مهمين بالظبط زي التلفزيون. ان راديو وان ماشين الافي، يعني الحاجات دي مهمة بالظبط زي التلفزيون والراديو، وكمان اللي هي آلة الغسيل اللي هي الغسالة. تويتر، تكستو، ميل، بلوج، فيسبوك، فورم، صوتو دي نوفيل مويان دي كومونيكاسيون بوسيبلا بار لي نوفيل تكنولوجي، يعني عندنا التويتر، النصوص، الايميلات، المدونات، الفيسبوك، المنتديات، دي كلها وسائل وسائل اتصال حديثة او جديدة ممكنة بار لي نوفيل تكنولوجي دي وفرتها لنا التكنولوجيا الحديثة. نو بوفو ايشانجي دي اوبينيو، يعني ممكن نتبادل الاراء افيك دي جون، مع ناس كي نو نيكون نسيبا، مع ناس احنا ما نعرفهمش. افيك لي نوفيل تكنولوجي بالتكنولوجيا الحديثة نو زافو شانجي، ممكن ان احنا نتبادل نو بوفو فير لي كورس اي اشتي لي بيي دي فواياج ان لين، ممكن كمان ان احنا نشتري نعمل مشتريات او نشتري تذاكر سفر عن طريق اونلاين. دي نوفو مو مونتينو اكزيست دال ديكسيونير فرنسي، في كلمات جديده الان موجوده في القاموس الفرنسي كوم زي بلوج المدونه، ديسكات اللي هي الديسكات او الاقراص، لوجيسيال برمجيات، كلها دي حاجات موجودة في اللي هي التكنولوجيا الحديثة، مصطلحات جديدة بنتعرف عليها. بنقول لنا هنا سيدي كومو بار لبرنسيبال مو، يعني هي بتتكلم اساسا موضوعها الاساسي ايه، طبعا لا نوفيل تكنولوجي. لا تلفزيون اي لا راديو، طبعا تلفزيون والراديو عندهم دمبورتانس كو لو بورتابل اي ام بي 3 عندهم، هل اهمية اكبر من المحمول والام بي سي 3 ولا ما اهمية اقل؟ طبعا هو قال لنا في الوثيقة اسي، اسي يعني بتساوي اوتا، اوتا يعني مثلا بالضبط. مانتينا اون كومونيك افيك لي زوتر بار، الان احنا بنتواصل مع الاخرين عن طريق طبعا بكود مويا وسائل كتيرة. افيك لا نوفيل تكنولوجي سيبلي دي ريزيرفي دي بي دي فواياج، بواسطة التكنولوجيا الحديثة ممكن بي اي عندنا ان احنا نحجز تذاكر الطيارة، طبعا فاسيل سهل ولا فاتيجا متعب ولا ديفيسيل صعب ولا امبوسيبل مستحيل، طبعا بقى بالنسبة لنا فاسيل ان احنا نحجز تذاكر السفر. لي ديكسيونير فرنسي القاموس الفرنسي، طبعا بنقول هنا ايشانجي، ايشانجي يعني اتغير، اتغير ازاي؟ يعني بقى في عندنا مصطلحات جديدة. لا راديو اي تان مويان دي كومونيكاسيون، هنا بنقول ان الراديو هو وسيلة من وسائل الاتصالات. نوفو جديدة، مودرن حديثة، انسيا قديمة، نيف جديدة، طبعا انسيا قديمة. بنحل صفحة 231. وثيقة تانية هي من مرسل من ماكسيم العمر. اوبجي الموضوع بتاع التدريب الاول. سالي عمر جيت رابل نوتر رانديفو لي ديمانش سي جوي ادي سي تيغاني، وبقول له بيذكر ما انا بذكرك بميعادنا يوم الاحد 16 يوليو الساعه 17 او جيمناس في صاله العاب ماري فرانس بور لي رانترينمو للتدريب الاول. سي تيني لي كوني با، لو انت ما تعرفوش سي تري فاسيل، ده سهل جدا، بوري الي عشان توصل له. هيوصف له الطريق ولو براند لاري باسكال، يعني خد شارع باسكال. جيست بري لي كل بالضبط لغاية المدرسة، لغاية مدرسة فيكتور ايجو. تي تورن ادر وقت، لف يمين تي تروف لي سينما رويال حتى جد السينما رويال. الور تي في فان متر، حتمشي 20 متر. اي لا تي لي تروف انفاس، وبعد كده هتلاقيه في المواجهة او في وشك على طول. نوبلي بعد براندر سيرفييت اي دي مترتون اناروك
بارسكي البلي انيتيكو مانيفير اكان. ما تنساش تاخد معاك الفوطة بتاعتك وكمان الجاكيت بتاعك او المعطف، عشان هي بتمطر، الجو بيمطر في الصيف بالضبط زي الشتاء في مدينة كان. ادي منش، الى اللقاء يوم الاحد مكسيم. هنا مكسيم اكري عمر بيكتب لي عمر، طبعا هنا الكورير الكترونيك يعني رسالة الكترونية زي ميل برضو بتدينا نفس الموضوع. لديز امي فو سي فوار، هنا حيتقابلوا هم فين؟ طبعا في صالة الألعاب بتاعت ماري فرانس. لديز امي فو سانتوريني بور، حيتدربوا طبعا بور لا بريمير فوا للمرة الأولى. لديز امي فو سي فوار، حيتقابلوا امتى؟ طبعا هو قال لنا في شهر جويي يوليو يعني انيتي في الصيف. ماكسيم سونامي، طبعا هنا في الوثيقة شرح له الطريق انديك لإتيرينير دي جيمناز. عمر دواء بورتي، مفروض ان هو يحضر ايه معاه بالنادي، طبعا ساقين سيرفيات اللي هي الفوطة بتاعته. هنحل صفحة 232 المواقف. فوني امي بالي سينما، فوديت انت ما بتحبش السينما، هتقول ان السينما سيبر رائعة ولا جدور للسينما؟ بحب السينما، لا طبعا بقول هنا جدي تست للسينما، انا بكره السينما. فو انفورميسي لا دات دي نيسانس دي فوتر امي فو الويديد، هنا انت بتستعلم عن تاريخ ميلاد صديقك، فانت هنا بتقول له كوتييني يعني متى اتولد. فوتر امي فو ديماند او فو رانجي فو فيتمو فو ريبوندي، هنا صديقك بيسألك بترتب هدومك فين؟ طبعا برتبهم دال لارموار في الدولاب. بورشتي دي برودويلي تيور فوديت او فندر، انت عايز هنا تشتري منتجات البان، طبعا هنا منتجات الالبان هنا في منهم بس دي ارت الزبادي. فو كونسيف فوترامي بور اتران فورما، بتنصح صديقك انه يكون في اللياقة البدنية فوديت، فبتقول له هنا طبعا بي في دي لي لمتى يعني اشرب اللبن صباحا. ودي مندي افوتر كوبين كيل سوسز اكتيفيتي على كومباني، تسأل صديقتك هنا عن انشطة الريف. طبعا هنا بقول جي في دي فيتيتي اللي هي ركوب الدراجات في الاماكن الوعرة، طبعا مش هتكون التزلج على التلج ولا هنعمل ديفيلي يعني عرض ازياء على الموضة ولا هنزور الاهرامات، مش هتنفع معانا غير الفيتيتي. فوترا فرير فو ديماند او ايل بي اشتي دي لا فياند، بيسألك هنا هنشتري منين اللحمة؟ طبعا احنا عرفنا من الا بوشيري من محل الجزارة. لجوار ديماند على انترينير، طلب اللاعب طلب من المدرب كومو البي غاني لي ماتش، ازاي يكسب الماتش؟ فالانترينير لوي ريبوند، هنا المدرب هنا بيجاوبه، فهنا بيقول له طبعا الفو سيرفيه تو لجوار، يعني مفروض ان انت تراقب او يكون عينك على كل اللاعبين، مش طبعا هنسيب الكرة للعيب الفريق الاخر، ولا المفروض ان احنا نضايق اللاعبين، ولا تروف ان نوفيل انترنير، ولا هيقول له شوف طبعا مدرب جديد مش هينفع يقول له كده. فوترامي فو ديماند او فو زالي بور براندر لباتو، بيسألك صديقك هتروح فين عشان تركب السفينة؟ طبعا جي في او بور، هروح الميناء. 233 فو ديماند افوترامي سيكي الفو بور فير لكورس، يلزمنا ايه عشان نعمل مشتروات؟ طبعا مش عايزين كرة تنس الريشة، لا احنا هنا بنقول اونابز و دانشاريو اللي هي عربة المشتروات. فو بارلي دي فوتر كاركتير، انت بتحدث هنا عن شخصيتك، هتوصف نفسك بتقول جي سوي سامبا. انام فو ديماند فوتر اوبينيو سير سافيست، فو دي شخص هنا بيسألك عن رأيه في هنا الجاكيت بتاعه، مش هتقول له ان هو حار ولا كومبليكي معقد ولا بارد، لا بنقول له هنا سيترو كور يعني معناه ان هو قصير. بناخد بعد كده أسئلة الجرامير. كورير بريفيرتي، طبعا عرفنا ان كلمة لون مفرد مؤنث، فبنقول كلمة لونك المفضل. إلا بيت أباغي، هو بيت هي بتعيش في باريس، طبعا هنا اسم مدينة وقلنا العواصم كلها بتاخد قبلها حرف الجر طبعا اذا كان في أبيت، لكن فيرب فينير بياخد بعده دي.
مسيو سامي دي اوزي ليف. لما نشوف كده يا جماعة اتعلمنا يعني في امر. طب هنا بيكلم مجموعة، يعني هيخاطبهم بالضمير فو، يبقى هقول لهم فيت اتنسيون، انتبهوا. امر فا اوكليب افيج، امر يعني ايل، هنا مملوك مفرد يبقى جمع، يبقى هنا هنقول سيزامي، هو راح مع اصدقائه. مارك اي دي اوريجين، اتعلمنا دايما ان كلمة اوريجين بيجي بعدها مفرد مؤنث هي، وكلمة دين ناسوناليتي. طبعا هنا عايزين هنا المؤنث، ايجيبسيا هنا جمع مذكر، ايطاليا مفرد مذكر، فرنسي تنفع عندي مفرد مذكر وجمع مذكر، لكن عندي كلمة بلج اللي هي معايا مذكر مؤنث، يبقى هنا دي اوريجين بيجي بعدها مفرد مؤنث، هو من اصل كذا. طيب البواف دي تي، هما شربوا الشاي والبواف. طبعا هنا فيرب بوفار وفيرب مانجي من الافعال بياخدوا معاهم الضمير او. هنا بنخلي بالنا دي تي هي اللي اتحذفت. اسم عندنا قبله أداة التجزئة، يبقى على طول بنحط او. مونامي اتيميد، يعني صديقي بيكون خجول. اني بارلا، ما بيتكلمش ليه ولا شخص. اير سوار ماتيل ديتار، طبعا اير سوار يعني ماضي مركب، عندنا الماضي مركب عندنا طبعا رقم ا ورقم سي، لكن رقم دي مش رقم ا ورقم دي، لكن دي مش هتنفع. ليه؟ لان هنا ماتيل دي مؤنث، فهنا بنختار لها الفعل اسم المفعول اللي فيه التبعية المؤنث. خلي بالنا إليف إيه سيريز، أنا عايزين هنا صفة اسم صفة إشارة مؤنث. حد يقول لي إليف ما هي تنفع مذكر ومؤنث، هقول لك اللي هتحدد لي هنا الصفة. سيريه هنا مذكر، يبقى هنا هختار صفة إشارة مفرد مذكر، وكمان هنا عشان ده مبدوء بحرف متحرك يبقى هاخد ست. بنحل صفحة 234. جي تروفتون بنطلو بو، انا اجد ان هنا بنطلو بتاعك تري بو، وقلنا قبل كده تري بتوصف هنا بتيجي قبل الصفة. اون شانتي اون فرنسي، طبعا هنا عندي فعل سافوار مع او، يبقى هقول اون سي يعني انا اعرف اغني فرنسي. مون سيبر كوبا في او، هو صديقي بيعيش او. وطبعا تعلمنا ان بيجي وراها دولة مذكر، دولة مذكر يبقى هنا عندي دولة مذكر كلمة مكسيك. اخلي بالي الدولة المؤنث بيجي قبلها حرف الجر او. سامدي درنير ايل او بيراميد، سامدي درنير برضو معناها السبت الماضي، السبت الماضي برضو يعني ماضي مركب، ماضي مركب وهنا ايل، يبقى هنقول إلسو اللي هم ذهبوا. نزلو فير امبالات، طبعا ابي تعلمنا ابي يعني سيرا على الاقدام. امبلوادي تو اي شارجي، جدول، الجدول بتاعك هنا جدول مواعيدك مشغول جدا. طبعا هنا بنخلي بالنا امبلوا هنا مبدوء بحرف متحرك، هنعملها بالظبط طبعا بنقول تو. امتحان 45 مع بعض، هو عبارة عن الديكومو الاولى، ميل مرسل من مها الى ليلي. الموضوع بتاعه كي نيم بالي فرنسي، من لا يحب اللغة الفرنسية. سليم و سي مها، انا مها عندي 17 سنة، جابيت الكسندري سيتين بيلفيل كي دون سير لامير، مدينة اسكندرية بتطل على البحر. جو سوي لسيان اي جيم بيان مي كوبين، انا طالبة سنة في مدرسة ثانوي، بحب صديقاتي اي مي بروفيسور ومدرسيني دي كلاس سيرتو مون بروف دي فرنسي، وخاصة مدرس اللغة الفرنسية اللي سامباي اكتيف، هو لطيف ونشيط. انه زين بوكو بيحبنا كتير، انا شانجي لو بروجرام دي فرنسي سيت اني، هنا اتغير من البروجرام بتاع اللغة الفرنسية هذا العام. تو لي موند تروف كي لي بلي فاسيل كي لانجلي، والكل وجد ان هو اسهل من الانجليزي. نوزا فو تروا كور بار سيمين، بناخد ثلاث حصص في الاسبوع للاندي لماركريدي لجدي، يوم الاثنين والاربع والخميس. جي بارتيسيب اوز اكتيفيتي سكولير افيك ندى اميرا، انا بشارك في الانشطة المدرسية مع ندى وميرا، طبعا دول ميرا مي يعني احسن صديقاتي. جيتي انفايي سيمال بورتي دير كي جي في فيزيتي تا فيل مارسي ان اوت بروشان، بتقول له هنا
بتقول لها ان هي عايزة، ارسلت لها هذا الميل عشان عايزة تزور مدينتها مارسيليا في شهر اوتو اللي هو اغسطس المقبل. طبعا سيتكست عبارة طبعا زي الميل، الوثيقة اللي قبلها كانت ميل برضو ما هتروف كي لانجلي، وجدت ان الانجليزي طبعا بلي دي ديفيسيل كي الفرنسي كان اصعب من الفرنساوي. مها عندها كم سنة؟ طبعا 17 سنة. لا هنا دي ست، عندها 17 سنة. مها في طليعة مرسي، قالت لها ان هي عايزة تروح في شهر اغسطس يعني انيتي في الصيف. ندى اميرا نوت ان كلاس، طبعا بيساعدوا ايد مها ان كلاس. صفحة 236 ميرا ايه، طبعا هنا بنقول لك وبين دي مها صديقتها. الوثيقة الثانية لشوبينج ايه، لنوفال تكنولوجي يعني الشراء والتكنولوجيا الحديثة. البرت بوا اكريسي ميساج سير انترنت، البرت هنا كتب الرسالة دي على الانترنت. بيقول دا بتيت كالعادة جاشت تريبي انلين، بشتري قليل من اونلاين مي ميركري درنير، لكن الاربع الماضي جي بزوا دان بانتالون دي تاي كارونتي دي بورا اللي انفت، لكن الاربع الماضي كنت محتاج لي بنطلون مقاس 42 عشان اروح حفلة. الور جي دي موندي ان بنطلون نوار بار انترنت، انا طلبت بنطلون لونه اسود من عن طريق الانترنت بارسكو جو ني با او لي تو دالي انفي، لان ما كانش عندي الوقت ان انا اذهب للمدينة. لي باكي اي اريفي دي جور بلي تارد سير مون ادريس دي دي ترافاي. طبعا بيقول هنا الباكت او العلبة وصلت له بعدها بيومين، طبعا متأخر على العنوان بتاعه في العمل. كوجي لي اوفرت، لما فتحتها جي دي كوفرت ان بنطلون بلي، وجدت ان هو بنطلون ازرق تاي كارونتي دي وماس 42. جي انفايي تو دي سويت ان ميل على كومباني، وبعت بسرعة ميل للشركة مي توجور با دي ريبونس، لكن طبعا كالعادة لا إجابة، محدش بيرد. جيني سوي با كنت أنا غير سعيد، كيفير ماذا أفعل؟ كلكا إيني دي، هل حد عنده فكرة ممكن يساعده؟ بيقول هنا ألبرت أشتي ألين، بيشتري طبعا رارمو نادرا ما بيشتري من على النت، مش كثيرا ولا كل الأيام. ألبرت أدي مندي أم بنطلون بور إنترنت بور، قال لي عشان يروح إيه؟ طبعا يروح اللي هي الحفلة بو لي بنطلو انفوي ايه، طبعا هنا البنطلون اللي هو اتبعت له طبعا كان ديلا بون تاي بمقاس المقاس اللي هو عايزه بالظبط، مش اللون اللي هو عايزه ولا الستايل. طيب برونسي لو بروبليم البرت انفوي ان ميل، عشان هنا يحكي المشكله بتاعته. هو بعت الميل بعدها، لان هو هنا اتبعت له بعدها بيومين، فهو طبعا بعته لفاندردي يوم الجمعة. أنا فان ألبرت ديمون طبعا طلب مننا أن كون سي نصيحة، ننصحه بإيه؟ ألبرت أرسي لباكيت أبري، طبعا هنا استلم الباكيت اللي هي وصلت له دي طبعا بعدها بيومين يعني أقل من أسبوع. موان دين سيمان. صفحة 237 أسئلة الست يا سيوفو دي موندي لافي دي فوتر امي سير فوتر شيميس. طبعا كلمة افي اللي هي بتساوي كلمة اوبينيون اللي هي معناها رأي. تطلب رأي صديقك في القميص بتاعك، فانت بتقول له هنا طبعا كي ان بانستي، يعني ايه رأيك في ان، طبعا بتعود على كلمة شيميس. بور فو انفورميسي لدى دي نيسانس دي فوتر امي، بتستعلم عن عيد ميلاد صديقك، مرت علينا قبل كده، بنقول له كوتييني امتى انت اتولدت. فو ادوغي لي شانسو فرانسيز فوديت، انت بتعشق الاغاني الفرنسية، فانت بتقول هنا ايكوتي لي شانسو فرانسيز سي ما باسيو، انها طبعا استماع الاغاني الفرنسية دي طبعا هوايتي. فوتر بروفيسور سينفورم سير لا بروفيسيو دي فوتر مير، هنا معلمك بيسأل عن وظيفة والدتك. فو لويديت، انت هنا بتقول له طبعا عايزة هنا حاجة مؤنث، فبقول له اللي بروفيسور هي مدرسة.
فون فرميسي لكليما جغدوي. انت هنا بتستعلم عن حالة الطقس اليوم. فودي طبعا بتستعلم عن حالة الطقس. بنقول كلتو الفي يعني ما هي حالة الطقس اليوم. فودي مندي افوترو كوبا كيلسبو كولكتيف البريفير. تعلمنا ايه هي الرياضات الجماعية. يسألوا ايه الرياضة الجماعية اللي بيحبها. طبعا مش تنس الريشة ولا الجودو ولا الزحلية. طبعا لفوتبول. فودي مندي افوتر ميرسي كي الفي على كويزين. تسأل والدتك بتعمل ايه هي في المنزل. الدي بتقول هنا طبعا جي بريبار لي ديني بجهز العشاء. فودي مندي افوتر مي دي فينير شيفو. انت بتطلب من صديقك ان يجي عندك. الريفيز ريفيز طبعا رفض. ايه الدي رفض يبقى هيقول طبعا تعلمنا ساني ميديريا يعني هذا لا يشكل لي أهمية مش عايز يعني الموضوع بالنسبة له مش حلو. فوفو لي مانجي فوديت افوتر مير. انت هنا عاوز تاكل. طبعا مش هتقول انا اشعر بالخوف ولا بالبرد ولا جي ان اوريي. طبعا بقول هنا جي في يعني انا اشعر بالجوع. صفحة 238. فوتر مي فودي ماند ليكوش سيكوا. اللي هي الليكش اللي هي زي البيتزا كده. فبيقول له دي معناها ايه يعني مش هنقول له دي مادة دهنية ولا مادة ولا من الالبان. لا هنا بنقول ستين تارت صالي اللي هي فطيرة المملحة. لبروفيسور دي ماند اوزي ليف دوني بارلي. هنا طلب من التلاميذ ان هم ما يتكلموش مش عاوز صوت. فبيقول لهم هنا سيلانس سيلفو بلي يعني اسكتوا من فضلكم. فوزت كونتر لدي دي فوترامي. كونتر هنا معناها ضد. انت مش موافق عكس كلمة بور. انت هنا ضد فكرة صديقك فول ويديد. فانت هنا بتقول له طبعا مش هنقول له رائعة بنقول له نوسم. لا بنقول جيني سويبا. جيني سويبا داكورو فيك فو يعني افيك توا يعني انا مش موافق معك. دي في ان اوتر جاتو بقول لك هنا انت عاوز جاتو تاني. بتقول له نو جي ام في انا مش لم اعد اريد. جيني في بلي ميرسي اشكرك. ليزيليف ام بيحبوا مدرستهم. طبعا هنا مالك جمع ومملوك مفرد يبقى بنقول لير. لو كانت هنا مدارس كنا اخترنا ليرا فيكاس. المانج نقط موا. هنا في مقارنة هو بياكل. اوتاكي يعني زي مساوي ليا. وي جيم برينتو انا بحب. محدش يقول الربيع بياخد قبله حرف الجر او ماشي بياخد حرف الجر او لكن هنا خلي بالك في جيم انا بحب الربيع مش في الربيع. طبعا تدوا علي انت يجب ان تذهب لمتسا شي لمتسا بعد فيرب علي لما يكون في عاقل بناخد حرف الجر شي وهي معناها عند الطبيب وهنا بنقصد بها المكان اللي فيه الطبيب. ني كوش باطر طبعا هنا امر منفي يبقى توا بترجع قبل الفعل وتبقى تي زي ما هي. تي فا براندر ترا بور سي فوياج. طبعا انت هتاخد فيرب براندر ما بياخدش وراء ادوات حروف الجر بياخد وراء اداة المعرفة. طبعا وترا هنا مذكر. لي بالو لي بالو هنا خلي بالي وبعدها فصلة يعني هي معناها المفعول بتاعنا. لانس اتونومي ياتون كوبا يعني معناها بيقول له القيها الى زميلك. طبعا هنا بنقول لي لي فيلم كومونسي دان ديس مينيت. الفيلم هنا بيبدا خلال 10 دقائق. خلي بالي هنا في مصدر. طبعا هنا فياندي مش هختار له لان ده مش ماضي حديث. لو ماضي حديث كنا قلنا اليا بعدها فتره زمنيه بسيطه. طبعا مش هتنفع لان هنا مش 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 ماضي مركب. فهنا بنقول طبعا فا. وطبعا اتر مش هينفع ولا افار مش هينفع لان ده مش ماضي مركب. فينير دي مش هتنفع لان ده مش ماضي حديث. صفحة 239. فو ني بو في با في اكسترا في يعني انت مش هتقدر تعمل العمل ده. بيقول له جيبي لي فير. انا هعمله يعني بلا هنا بيجاوب الاثبات انا هعمل لان خلي بالي ده سؤال منفي يبقى هتبقى الاجابه بسي او نو. طبعا هنا بنجاوب الاثبات يبقى سي.
ايه ليه مش جوا بيانو؟ نخلي بالنا شباب، انا بحب هنا العب البيانو. ناس كتير بتشوف فورب جوا فبتختار او مو الادغام بتاعها. خلي بالي هنا في آلة موسيقية، طالما في آلة موسيقية يبقى هنا جوا هنعمله زي فير بالظبط. دي ولا دي لا ولا دي الابوستروف ولا دي الجمع، طالما في بعده زائد آلة موسيقية. نخلي بالنا في النفي مش بيتأثر، يعني عمرها ما بتتحول لدي، بتفضل بشكلها ده حتى في النفي. وركز على المعلومة دي كويس يا شباب. طب انا هنا عندي فعلين، ايمي بتاخد وراها أداة المعرفة، جوي بتاخد دي. هختار على اساس ايه يا شباب؟ على الفعل اللي بعد اللي قبل النقط مباشرة. طب ماليش جواب ايمي، بختار اللي على قبل النقط. هنا جوي في آلة موسيقية، بيانو مذكر، يبقى دي. خلي بالنا جينيم بالي برودوي، انا ما بحبش المنتجات، المنتجات طبعا هنا جمع مذكر، سير جيلي اللي هي المجمدة، تي بار ان فاكانس افيك تي بارو، انت هتروح الاجازة مع والديك، بقول لهم وي جي بار ان فاكانس افيك، انا عايز هنا انا هروح معاهم، عاوز ضمير توكيدي يحل محل هنا كلمة بارو. طب هنا بخلي بالي طبعا لير مش اصلا مش ضمير توكيدي، طبعا ال مع جمع المؤنث ما تنفعش، لوي مع مفرد المذكر ما تنفعش، يبقى افيج ايه يعني معاهم، طبعا دي بتحل محل الجمع المذكر. كلكا اي انتري، في شخص دخل، طبعا خلي بالنا احنا اتعلمنا كلكا دايما بنفيها شباب بكلمة بيرسوني، ولا شخص دخل. طيب فيرمي فو لا بور دي لا شامبر، بنختار أداة هنا الاستفهام حسب معنى الجملة، بنقول له بوركوا، ليه أنت بتقفل باب الحجرة؟ شاك سام دي، كل يوم سبت إيل إن برومينات، شاك سام دي شاك جور، كل يوم يعني معناها إن إحنا بنعمل حاجة في المضارع مش عملناها وخلصنا، ولا لسه هنعملها عشان ناخد مستقبل، ولا عملناها مخلصنا عشان نختار ماضي مركب، ولا لسه عاملينها دلوقتي عشان ناخد ماضي حديث، لا احنا بنعملها كل يوم. الفو ان برومناد يعني بيعملوا نزهة كل يوم سبت. ولهنا وصلنا نهاية الفيديو يا شباب، ما تنسوش اللايك للفيديو، شير كتير عشان الكل يستفيد، والقاكم فيديو قادم. اوروفار.